السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا يا باشا. أبو مهندس مهند باشا باشمهندس مهند ايوه كده مظبوط.
ظهرت الشاشة كده. الشير ظهر كده يا جماعة. باسل ظهرت الشاشة؟ اه. ايه اللي مكتوب عليها طيب؟ جاء بيت وابيت الى ابيت. برافو مظبوط. اهو اكبرها لك شوي. تمام. طيب اللي شفناه امبارح اهو هنفتكره بسرعة. قدامنا اهو على الشاشة. ايه؟ بسرعة اهو. اللي شفناه من البداية خلي بالكو. اهو. اهو. معاكم شيء محمود حماد اليوم. اهو. زي ما تعرفنا امبارح اهو. اهو عرب اهو. وبعدين نتكلم عن لناسيوناليتي الجنسيات. شفنا قاعدة النطق امبارح اهو. بدأنا بالالفابي A B C D E F G H E G K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. وقلنا أهم الحروف اللي هي صوتية تخدمني في موضوع النطق. في السطر الأول عندي آ وإي أهو. آ وإي حروف الصوتية اللي بتنقلني من مقطع لمقطع. آ وإي ودول بينطقوا بره الكلمة زي جوه الكلمة. آ وإي. السطر الثاني في عندي إي أهو ثاني حرف. السطر الثالث في عندي أو وإي حرف أول سطر او واخر السطر اي. حرف السطر الاخير في عندي حرف واحد بس اسمه اجريك اللي هو قبل الاخير وده جوه الكلمه نطقه هيختلف هو الوحيد اللي هو اي. وشفنا الكلام ده اهو. بعد كده ادي الحروف بتاعت النطق ا امي اي جي اي ايل امي او جارسو او تي. زي ما انتم شايفين الحروف دي كلها بره الكلمه اه وجوه الكلمه اه يا جماعه. ا امي اي جي حسب مكانها في الكلمه. اي ايل وامي او جارسو او تي ما عدا عن الحرف اللي جاي ده الاجريك اهو. ده ما اسموش اجريك جوه الكلمه. جوه الكلمه هيبقى اي ستي اهو ستيلو. وبعد كده اتكلمنا لو كان في حرفين عندي اهو وانتهينا الى ان ايه اه مع الاي تبقى فري اه مع الاي تبقى او فو الاي اي بروفيسور بدي في شويه اي بيان اي او اي سير اخت او اي دير صوت الوا او ريفوار الاو مع الاي بدي في الاو شويه بونجور اخر حاجه وي ويت يعني نعم ويت تمني. وبعدها شفنا الكلمات اهو عندي كلمات. اول حاجه الاسماء المذكر ام بي دوله او بلد. ان كونتينو قاره. انا بيتو احد السكان. انوسيو لو ايه محيط. ها اندرابو معنى ايه ها قولوا يا جماعة فكروني اندرابو يعني ايه؟ اندرابو ها؟ أه؟ يلا قولوا يا جماعة اندرابو يا شباب اندرابو يعني ايه؟ ها؟ أه؟ سامعينه ولا لا؟ يا شباب ها؟ أه؟ اندرابو يعني ايه؟ انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ طيب درابو يعني ايه؟ علم. برافو. مين اللي قال؟ فاطمه. شاطره يا فاطمه اهلا بيك يا فاطمه. انت كنت معانا امبارح يا فاطمه؟
لا انا لسه داخل النهارده اول يوم. يا اهلا بك يا فاطمه، شاطره يا فاطمه شاطره. ان كورسبوندو يعني مراسل، ايه حب المراسله. بعدها يا جماعه شفنا لو درابو ايجيبشن علم المصري، وبعدين لو درابو فرنسي علم الفرنسي، بلد اللي بيدرس اللغه بتاعتها ايه. وبعدين ابتدينا نشوف ايه اسماء المؤنث. ان كابيتال، ان كابيتال يعني ايه؟ ده امبارح. ان كابيتال يعني ايه يا جماعه؟ ان كابيتال، يلا يا شطار. ان كابيتال اهو الشاشه واضحه قدامنا اهو، والمؤشر على الكلمه ان كابيتال، وان دي اله نكره مؤنث دل على ان الاسم اللي جاي بعدها مؤنث. ان كابيتال يعني ايه يا شباب؟ ان كابيتال قلناها امبارح الناس اللي بتذاكر. ها كابيتال يلا يا جماعه ان ايه؟ ها عاصمه. شاطر برافو. بس اللي اتكلم برافو. مين اهو؟ ان لونج. ان لونج يعني ايه؟ إيه لغة أو لسان. إيه إن ناسيوناليتي، إن ناسيوناليتي يعني إيه؟ ناسيوناليتي، إن ناسيوناليتي يعني ناسيوناليتي يا جماعة. ناسيوناليتي جنسية. برافو برافو. مين اللي قال؟ منة. ها اسمك ايه؟ منة. شاطرة يا منة برافو عليكي. إن ناسيوناليتي برافو. اللي بعديها يا جماعة ها ايه؟ إن مين يقرا وقول؟ ها إن ايه؟ مكتوبة بالأصفر دي إن. ها يلا شطار. ها إن إيه؟ ها نطق بتاعنا احنا قلنا الآ أهي، والآ جوه الكلمة آه برضو. ها في مكانها هتبقى آه، الحرف اللي قبلها السي بصوت الكا يبقى إيه؟ إن كارت. إن كارت معناها خريطة إيه؟ أو إيه كارت أو بطاقة، لها أكثر من معنى. آخر كلمة عندي إن فيش. الفيش يعني إيه؟ الفيش أو الاستمارة أو حاجة تخص بنا. كمان في كلمة ما إن فيل، مدينة، حاجات دي شفناها بارح. خش بعد كده على الأفعال لفيرب. فيرب آ بي تي زي ما قلنا أول حصة، يسكن. اي فعل يا جماعه اتفقنا امبارح هيتصرف مع مين؟ ها قولوا لي بقى. بصوا بقى الفعل لوحده كده ايه ده؟ ده بعيد عن الجمله. طب انا عايزه جوه الجمله، يبقى لازم ياخد شكل مع الفاعل. طب الفاعل ده احتمالاته ايه؟ شكل واحد ولا اكتر من شكل؟ قلنا عليهم كام شكل امبارح الفاعل يا جماعه؟ ها ناس الشطار، قلنا الفاعل بيبقى كام شكل؟ ها ايوه سامع. ها ايه مع ايه؟ اول حاجه مع الجي صح، يعني انا او الجبيت قدامي اهو الفعل كده شكله مع الجي جبيت انا اسكن. وخلي بالكم الجي دي احنا قلنا امبارح مع المذكر والمؤنث، مش بس ايه المذكر، يعني جي انا كمذكر. ها وبرضه فاطمه هتقول جي كمؤنث، ومنا هتقول جي كمؤنث، يبقى جي متكلم بنوعين. طيب التي هذه شكل الفعل قدام التي، تي ابيت انت تسكن او انت تسكنين، يعني انا اخاطب دلوقتي باسل واقول له تي ابيت انت تسكن، واخاطب منا اقول لها تي ابيت انت تسكنين، وبرضو اخاطب فاطمه، يبقى الخطاب هنا للمذكر وايه والمؤنث، انت انت
هذه كده نتكلم عن غائب. إيل يعني هو، وإل هي. أما أن بقى معناها أي أحد، يعني يطلع مذكر مؤنث مفرد جامع أي أحد مجهول. شكل الفعل معاه أهو أبيت، يبقى إيل أبيت هو يسكن، الأبيت هي تسكن، أن أبيت أي أحد منا يسكن. طيب قبل ما نخش على الباقي يا جماعة، معلش ده إيه؟ ده المفرد، ده إيه؟ المفرد أهو، جي أنا، تي أنت أو أنتي، إيل أو إل، أن هو أو هي أو أي أحد، ده إيه؟ المفرد. اللي جاي بقى الجمع بتاعهم يا جماعة. طيب الجي جمعها إيه؟ ها؟ حد يقول لي؟ الجي جمعها إيه يا جماعة؟ ها؟ قلنا الكلام ده امبارح ولا يا باسل؟ ها؟ الجي جمعها؟ ها؟ برافو، مين اللي قال؟ ها؟ باسل. برافو يا باسل، شاطر، عشان الأسماء مش قدامي بس. نو، صح كده، برافو عليك. يبقى الجي جمعها نو نحن، أدي شكل الفعل قدام النو. ننطق كده نو آ بي تو، أي آ إي أو، فطلع صوت الآ في مكانها اللي مكتوبة فيه، وصوت الإي في مكانها، وصوت الأو في مكانها، نو آ بي تو، نحن نسكن. طيب والفو دي جمع التي، أنتم تسكنون أو أنتن تسكن، فو آ بي تي. آخر حاجة بقى هي جمع الإيل والآل، إيل فيها إس، هم وهن، أبيت نهايتها إن تي، إنما إيه؟ ما تظهرش في الصوت. يبقى ده تصريف إيه؟ فيرب أبيتي في كل أنواع الجمل يا جماعة في اللغة الفرنسية. يبقى أي فعل لازم إيه؟ يبقى مع الفاعل، والفاعل أشكاله متنوعة، ست أشكال، ثلاثة مفرد وثلاثة إيه؟ الجمع بتوعه. واضح الكلام؟ بعد كده شفنا فعل تاني، فيرب فيفري. فيفري يعني ايه؟ يعيش. اهو نفس الكلام، هشوف برضو ايه مع الجي، جي في انا اعيش، تي في انت تعيش. الله، ده الفعل خلي بالك مع نفس ضمائر الفعل. اه خدها قاعدة بقى، نفس ضمائر الفعل دول كلهم على طول هيبقوا معايا. اي فعل هتعرفه جديد لازم تشوف شكله مع دول، إيل وإل وأن، في. واضح؟ مع النو جمعهم، نو في فو، إيه؟ فو في في، إيل وإل في ف. واضح يا جماعة؟ طيب وبعد كده أمشي إيه؟ أهو أيوة، لفيرب في أفعال تانية عندي، فيرب إتر، فعل مشهور، جيسوي، تي إيه، إيل إل أون إيه، نو صوم، فوزت، إيلو قال إيه؟ صن. خلاص؟ هاي في تاني أفعال؟ لا، بقول لي في تمرين فيرب إتر أهو، يجي بعديه صفة، كنتو يعني مسروق، أو يجي بعديه إيه؟ إيه؟ مهنة، إيه بروفيسور، أو يجي بعديه جنسية، فريدريك إيه؟ فرنسي. وبعدين التمرين ده كنا شفناه امبارح عشان بس الوقت إيه؟ ما يعديش مننا. بعد كده الارتيكل ديفيني، ادوات المعرفه، لي تسبق المذكر، لا تسبق المؤنث، لي الجمع بنوعيه الا ابصرف، المفرد بنوعيه مذكر ومؤنث المبدوء بحرف ايه؟ متحرك. كان في اهو تمرين ثاني اخذناه اهو، اكزرسيس، نمشي بسرعه. اه خلاص، وقفنا لحد هنا امبارح. خلي بالك ايه دي؟ لو في ميلاد زادجكتيف بناسيوناليتي، الجنسيه، على اعتبار انا بتكلم عن الجنسيه، وبيقول لي ايه المؤنث من صفات الجنسيه. المؤنث والمذكر يا جماعه ده لان في اسماء عندي مذكر فالصفه تيجي معاها مذكر، وفي اسماء اخرى مؤنث تيجي معاها ايه؟ مؤنث. اي صفه لازم اشوف ايه شكليها، المذكر اهو والمؤنث. فانا عندي الصفه اللي على الشمال دي المكتوبه بالاخضر، ها، فرنسي، فرنسي، دي صفه يا جماعه،
معناها فرنسي. طيب المؤنث بتاع فرنسي قال لي اديله الصفه هي هي اهو بس زود لها ايه في الاخر اهو هتبقى فرونسيز. ظهرت الاس هنا بصوت الزد لان ظهر وراها ايه حرف الايه يبقى فرونسي فرنسي فرونسيز زودت لها ايه فرنسيه. وضحت الصفه اللي بعدها المو المو يعني الماني عايز المؤنث منها هي هي الكلمه وزود لها ايه الموند الماني زي ما عملت مع فرنسي لو قلت لها ايه بقت فرنسيز فرنسيه هعمل مع المو لو قلت لها ايه بقت الموند الماني. واضحه؟ اللي بعديها نوع ثاني من الصفات اجيب سيان اجيب سيان اجيب سيان يعني ايه اجيب سيان ها اجيب سيان يعني ايه اجيب سيان يعني يا جماعه مصري برافو برافو. طيب هنا بقى لو عايز اجيب مؤنث من كلمه ايجيبسيان بصوا عمل ايه نفس كلمه ايجيبسيان زود لها ان ايه ايجيبسيان مصري خلاص يبقى ده نوع تاني من الصفات. لا مش هزود ايه بس ازود ان ايه عشان الصفه منتهيه بان ايجيبسيان ايجيبسيان مصري. ها تمرين عندي هنا اهو مي او في ميناء ضع او ضعي في المؤنث اول جمله علي ايه لبناني لبناني ها كنا خدنا الدوله ديت امبارح يا لبنان ليبو لبناني لبناني. فلما اجيب المؤنث بقى من لبناني اهو هتبقى هي نفسك زي ما عملت مع فرنسي فرنسيز والمو الموند فهتبقى ايه يا جماعه يلا سمعوني بقى لبناني عشان اخليها في المؤنث هتبقى ايه حد يقول لبناني عشان تبقى في المؤنث يا جماعه ازود لها ايه ازود ايه يا جماعه الحرف اللي هزوده على لبنانيه عشان تبقى ايه مع المؤنث ها ايوه انا سامع صح قول ازود ها ازود ايه صح ايوه ها ما تترددش قول الصح ما تترددوش يا جماعه انتوا شطار يبقى لبني هزود لها ايه ها ايه برافو ايه لبنيز علي ده هغيره باي واحد اي مؤنث اقول ايه هدى ها نجوى ايه لبنيز خلاص هاي بالجمله الثانيه نمره 2 الي فرنسي عايز اخلي فرنسي في المؤنث ها هعمل معه. فوق عملت فوق اهو فرنسي في اللي مكتوب الاخضر فوق اهو فرنسي ايش الشير معمول على بتاع الفيرب ابيتي مش معمول على نعم تقول البتاع الشير معمول على بتاع الفيرب ابيتي يا راجل والله بدري قوي طيب تقولوا لي يا جماعه حاضر هرجع تاني واشوف حاضر حاضر يبقى هنا نطلع بقى من الشير ونرجع تاني اهو ننهي اهو طيب ايه
نحاول نطلع من الشير ونرجع تاني. كده ابيتين قدامي صح؟ ماشي معايا يا جماعه؟ طيب انا هكبر دلوقتي الشاشه. طيب همشي دلوقتي، لو ما اتغيرتش الشاشه قولوا لي اتغيرت؟ ها؟ اتغيرت؟ لا انا عندي لسه. طب اهو ظهر عليها ايه دلوقتي؟ فيفري صح؟ لسه. ها؟ ابيتي لسه. ظهر ولا ما ظهرش؟ لا انا ما ظهرليش حاجه لسه. خالص؟ كلكم؟ ها؟ لسه على ابيتي؟ على ابيتي؟ ها؟ اكيد الكلام؟ على ابيتي يا جماعه؟ كده اتغير. طيب معلش نرجع تاني. حاضر بصوا بقى اهو هنطلع تاني ونرجع اهو دلوقتي اهو اهو انا اخترت دي خلاص كده. اللي قدامي دلوقتي يا جماعه اللي هو ايه؟ اللي هو ابي تي ده ايه ده؟ فيفر ظهر عندكم؟ اه انا ظهر عندي كله؟ كله ظهر عنده فيفر؟ ها؟ شباب؟ طيب فيفر صح كده؟ اه طيب بص بقى حركة اهو اهو جي في شفتوها؟ اه اللي ما شافهاش يقول تي في. ها؟ اللي ما شافهاش يقول يا جماعة. تمام يا باسل؟ ظهر عندك ده؟ ها؟ ظهر ولا لسه؟ ها؟ غيرت انا دلوقتي ايل وال وان، ظهر عندك؟ ايه يا جماعة في ايه؟ ها؟ ظهر ولا لسه ما ظهرش؟ ظهر كله ظهر عنده فيفر، صح كده؟ ها؟ اه يا مستر. اه ماشي، يبقى كده صح. مع النو بقى، نو في فو، فو في في، ال وال في ف، خلاص؟ ها؟ هنغير الشاشة دلوقتي، أهو، لفيرب، فيرب إتر يا جماعة، كله ظهر فيرب إتر عنده؟ جي سوي، ها؟ خليكم معايا عشان بس إيه؟ ما نمشيش وبعدين نكتشف ان احنا مش مع بعض. كله ظهر عنده اتر يا جماعه؟ جيس وي. ها؟ ها؟ اللي ما ظهرش عنده يقول لي يا جماعه فيرب اتر. جيس وي. لسه على فيرب دي. لسه ايه؟ لسه على فيرب. فيرب ايه؟ فيرب اتر صح؟ لا انا عندي فيرب فيفر. تقول ايه؟ لسه على فيفر اللي هو ده؟ ها؟ هو ده؟ صح كده؟ هغير انا دلوقتي ده فيرب اتر اتغير؟ لا كله يا جماعه ولا انت بس؟ ها؟ لسه على فيفر كلكم؟ طيب ماشي نرجع تاني ونشوف. حاضر مش عارف ليه كده. ها؟ كده بقى على فيرب اتر خلاص بقى ايه؟ بقى على فيرب اتر هم
فيرب اتر كده بقى على فيرب اتر ها هاي فيرب اتر ها مظبوط كده جي سوي صح كده ايوه صح الشاشه بتتحرك يا جماعه ها جي سوي اقروا كده اللي قدامكم اخر كلمه ها اللي عليها المؤشر ها سوي برافو لبك ال وال وان ايه كله كده يا جماعه ولا في حد ما ظهرش عنده لا ظهر دو صم فوزت إلو إلسون خلاص بعد كده جايب التمرين على إيه اللي احنا أخدناه اهو اتغيرت الشاشة دي اهو فعل إيه يأتي بعده كله ظهر عندكم جسمي كنتون صفة كنتون ظهر يا جماعة ولا طمنوني بس ها شباب ايه بس ظهر نعم ظهر ظهر كنتم مش كده مكتوبه صفه اهو انا مسرور ممكن تيجي الجمله وراها اهو بعد اتر مهنه اليه بروفيسور مدرس هو مدرس او جنسيه فريدريك ايه فرنسي فريدريك فرنسي وبعدين ممكن يجي وراه تعريف للفاعل إليه تان جارسون هو ولد وبعدين جايب لي التمرين على ايه على اتر شفناه امبارح خلاص شوف الشاشه اللي بعديها ها ارتيكل ديفيني ظهرت يا جماعه عندكم لا لسه ليه لا لو قال ليه تسبق المذكر ادوات المعرفه ظهرت ها ليه لا يا مستر ظهرتش اللي ظهر كان ايه اللي هو فيربات اللي هو الشاشه دي مش كده ماما ايه الشاشه دي صح كده اللي مكتوبه اتر بالاخضر فوق طيب اهو غيرت الشاشه انا اهو ديزارتيكل ديفيني ادوات المعرفه ظهرت عندكم الكلام قبل ما تشوفوا ايه ادوات المعرفه اهي ليه ايه صك ليه تسبق المذكر لو صد لو ستيلو الحقيبة ألم إيه الجاب ظهرت عندك يا جماعة لا لسه مظهرتش كله كده ولا واحد بس اللي ما عندوش الشاشة ديت يا جماعة اللي مكتوب فيها ديزارتيكل ديفيني يقول لي أدوات المعرفة ليه مذكر لوسك ولستيلو لا مؤنث لا ليسو ولا كلاس الدرس والفصل ليه اللي فيها اس تسبق الجمع بنوعين ليه فوتو الصور لزبي الاصدقاء لاج العمر ولكل المدرسه إلا أبصرف هنا تسبق المفرد بنوعي اللي مبدوء بحرف متحرك وبعدين شفنا تمرين على إيه على الجزئية دي خلاص على أدوات المعرفة وبعدها بدأنا بقى إيه يا جماعة أهو صفات الجنسية واضحة الشاشة عندكم فرنسي فرنسيز معايا يا جماعه فرنسي يعني فرنسي
وفرنسيز يعني ايه؟ فرنسية. المو يعني الماني، الموند المانية. اضيف ايه للصفة؟ طيب النوع الثاني من الصفات ايجيبسيان مصري، ازود لها ان ايه؟ ايجيبسيان مصري. وبعدين في تمرين عنده اهو، اول جملة علي ايه لبني، لبني هنا عشان اخليها مؤنث زود لها ايه؟ تبقى لبنيز. الجملتين التانيين اللي فرنسي، فرنسي مذكر هزود لها ايه برضو؟ تبقى فرنسيز، فرنسية. اخر جملة لما ثلاثة اسامة ايجيبسيان مصري، فلما اخليها مؤنث هزود لها ايه؟ زي ما شفنا فوق ان ايجيبسيان وغير اسامة باي اسم ايه؟ مؤنث. اخر كلمة جملة عندي ماريو ايطاليان، ماريو وايطاليان. ايطاليان خليها في المؤنث زي ايجيبسيان، ايجيبسيان زود لها ان ايه؟ ده بالنسبة ايه؟ للصفات يا جماعة. طيب لما اجي اسأل عن الجنسية زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، السؤال عن الجنسية، للسؤال عن الجنسية اهو، هذا السؤال كيلي تا ناسيوناليتي. يعني السؤال ده كيل اي تا ناسيوناليتي معناها ما تكون جنسيته؟ كيل معناها ما اي تكون تا ناسيوناليتي جنسيته، جنسيتك ايه؟ الإجابة هي، الإجابة تحته بالأخضر اهو، جي سوي إيجيبسيا إتوا، جي سوي إيجيبسيا إتوا. يعني جي سوي إيجيبسيا إتوا، جي سوي إيجيبسيا يعني ها؟ يعني جي سوي إيجيبسيا يا جماعة ها؟ يعني برافو وأنت أنا مصر وأنت يعني وأنت جنسيتك إيه؟ هاي بعد كده السؤال عن إيه؟ لوبيي، بيي ده خدنا الاسم ده في الأسماء المذكر، معناها إيه بيي؟ لوبيي اللي ظهر قدامنا أهي على الشاشة، لوبيي. لوبيي معناها إيه يا جماعة؟ الدولة أو البلد، أو السؤال عن البلد أو الدولة. هذا السؤال اهو، كيلي تومبي، كيلي تومبي ما تكون بلدك او ما تكون دولتك؟ ها كيلي تومبي اجابه بقى اهو، اهو جابيت اون ايجيبت، جابيت اون ايجيبت اتوا، جابيت اون ايجيبت اتوا. يعني ايه جابيت اون ايجيبت؟ يعني جابيت اون ايجيبت يعني ايه يا شباب؟ ها ايوه سامع، قول تفضل تفضلي، صح الكلام بس سمعوني. اسكن في مصر. برافو برافو يا باسم، اسكن في مصر وانت او وانت، برافو يا جماعه. تمام بعد كده هنتكلم عن لا لونج، لا لونج ان الجنسيه مرتبطه بايه؟ لا لونج، لا لونج قلنا معناها ايه؟ لا لونج ايه؟ اللغه او اللسان. لا لونج اللغه اللي بيتفهم بها الناس. السؤال عن اللغه اهو، كيل لونج بارليتي، كيل لونج بارليتي، كيل يعني اي، لونج لغه، بارل تتحدث، تي انت تكلم لغه ايه؟ الاجابه هي جو بارل فرونسي اتوا، جو بارل فرونسي اتوا، جو بارل فرونسي اتوا. يعني جو بارل فرونسي ها؟ يعني جي بارل فرنسي يا جماعه،
Je parle français et toi. ها ايوه صح برافو ايوه بس اسمعها بس je parle français et toi كلم فرنش برافو كلم فرنسي وان برافو عليك تمام اه ده السؤال عن اللغه اللي تعرفها خلص بقى الايه الجزء اللي خاص بيه بقى الجزء اللي شفناه النهارده الجزء اللي شفناه امبارح خلي بالكم ايه بعد كده هنشوف ننتقل لجزء تاني نشاط تاني النشاط ده يخص ايه بعض الفيديوهات نغير الشير بس اهو نغير الشير يا جماعه نشوف بقى غير يبقى اللي اخذناه دلوقتي يا جماعه هو ايه اكثر من جزء ده بنتكلم عن ايه لناسيوناليتي ليه الجنسيات اللي اخذناها بقى ها الجنسيات اللي اخذناها يا شباب اول حاجه اللي هي ايه فرنسي المؤنث بتاعها ايه فرونسيز فرنسي فرونسيز صح كده فرنسي فرونسيز وبعدين ايجيبسيان 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 ايه ايجيبسيان 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 وبعدين ايطاليا ايطاليان ايطالو ايطالي وبعديها دلوقتي هنشوف بقى لناسيوناليتي ناسيوناليتي الجنسيات هنشوف بقى الجنسيات اللي موجودة عندي بتكلم عنها ب لناسيوناليتي تطبيقا على الكلام اللي احنا ايه اللي احنا اتكلمنا عنه لناسيوناليتي ظهرت الشاشة قدامي ظهرت الصورة يا جماعة ها ظهرت يا جماعة اهو اهو كده ظهرت اه اتحمل بس انا قدامي صورة هي ظهرت عندكم ظهرت يا جماعة لا
اه بعد ليه ناشوناليتي نتكلم عنها بقى دلوقتي. كمان فيه فيديو هنحاول نتكلم عنه دلوقتي نسمعه بس معرفش هيطلع الصوت ولا لا. هاي السؤال اللي قدامنا اهي بتعرض بقى يا جماعه عرض ايه عن ايه الجنسيات اللي احنا شفناها ايه فرنسي زي ما هي شايفه موجوده اهي قدامي فرنسي ايه صفه فرنسي اللي موجوده قدامي فرنسي يعني فرنسي اهو هنا برضو نفس الكلام اهي جي سوي فرنسي ايه ناسيونال اه فلما شفنا هنا خدنا الصفات يا جماعه زي ايجيبشيان ايجيبشيان وفرنسي فرانسيز وكمان ايطاليان وايه إيطاليان 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 وكلمنا عنهم وشفناهم نحاول كده بس نشغل اللي الفيديو عندنا جاهز ولا حاجة فيديوهات اهي عندي فيديو زي ده يا جماعه الصوت واضح كده طلع الصوت بتاع الفيديو عندكم شباب طيب مش سامع حاجه لكن شايفين الفيديو ها انا شايفاه ايوه بس مش سامعاه نعم شايفاه بس مش سامعاه اه ما هو الصوت هو هوضحه لك انا دلوقتي بس اكبر الصوره
ممكن احنا نكتب الصوت بتاعهم ونتكلم احنا بقى. بص من اولها بقى، لناسيوناليتي الجنسيات اهو، افريكان افريكان، افريقي افريقي، الجيريان الجيريان، جزائري جزائري، جايب له اهو العلم بتاع الدولة، ارجنتان ارجنتين، ارجنتيني ارجنتيني، ديت ازياتيك ازياتيك، اسيوي اسيوي، أستراليان أسترالي أسترالية، أوتريشيان أوتريشيان، اللي هو إيه نمساوي نمساوي، بلج بل بلجيكي بلجيكي، بوليفيان بوليفيان، بوليفي بوليفي، برازيليان برازيليان، برازيلي برازيلي، بلغار بلغار، بلغاري بلغارية، كنديان كنديان، كندي كندي، شيليان شيليان، شيلي شيلي، شينوا شينواز، صيني صينية، كولومبيا كولومبيا من كولومبيا وكولومبي، كوبا كوبان، كوبي كوبي، دانوا دانواز، دنماركي دنماركي، إيجيبسيان إيجيبسيان، مصري مصري، أنجلي أنجليز إنجليزي إنجليزي، أوروبيان أوروبيان، أوروبي أوروبي، فنلندي فنلنديز، فنلندي فنلندي، فرنسي فرنسيز، فرنسي فرنسي، ألمو ألموند لسه واخدينها، ألماني ألمانية، بريطانيك بريطاني، بريطاني بريطاني، جريك جريك، يوناني يونانية، هنغروا هنغروا، هنغاري هنغاري، انديان انديان، هندي هندي، إيرانية إيرانية، إيراني إيراني، إيراكيان إيراكيان، عراقي عراقي، إيرلندي إيرلنديز، أيرلندي أيرلندي، إيطاليان اللي قلنا عليها ناس، إيطاليان إيطالي إيطالي، جابوني جابونيز، ياباني ياباني، لبني لبنيز مستعين عليها، لبناني لبناني، لوكسمبورغوا لوكسمبورغواز، لوكسمبورغ منها، ملقاش ملقاش اللي هي مدغشقر، مكسيكان مكسيكي مكسيكان مكسيكي، ماروكان مغربي ماروكان مغربي، نيرلندي من ايه ايرلندا الشمالية، نورفيجيان نورفيجيان، نرويجي نرويجي، بيريفيان بيريفيان من بوليفيا، بولوني بولونيز بولندي بولندي، بورتغي برتغالي برتغالي، رومان روماني روماني، روس روسي روسي روسيه الكلمه واحده، الكوسي اسكتلندي، سنغالي سنغاليز سنغالي سنغالي، اسبانيول اسبانيول اسباني اسباني، سويدوا سويدواز سويدي سويدية، سويس سويس سويسري سويسرية، تايلاندي تايلانديز تايلاندي تايلاندي، تونسيان تونسيان تونسي تونسي، ترك ترك تركي تركي، أمريكا يعني أمريكا أمريكان أمريكا أمريكي، فنزويليا فنزويلي فنزويليان فنزويلية. يمكن يجيب بقى حاجة تاني عن ايه برضو يا جماعة، الجنسيات او ايه اللغات. بول thanks for watching for my lessons please subscribe up and to
ها ليزا بريك جاب هنا بقى برضو نفس الكلام جايب لان فرنش والبنساء إلى التروا يونت 3 ليسون دي كانتريز اند ناسيوناليتي لبيز اوروبيا دول اوروبيه لبيز اوروبيا دول الاوروبيه لبيز اوروبيا اي دول اوروبيه غريس اليونان لا غريس اليونان لا غريس اليونان لا غريس لو بورتغال البرتغال لو بورتغال البرتغال الإسبانية 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 إيه كمان إيطاليا لي إيطاليا لي تا لي إيطاليا إيه كمان أهو أجيب لي أهو هو هنا بقول إيه إلا أبصرف عشان الاسم مبدوء بحرف متحرك الإسباني والإيطالي ها لو لوكسمبورغ اللوكسمبورغ واللوكسمبورغ ديات إيه تبع بلجيكا خلي بالك سيعتبرها يعني إيه حكم ذات ها إيه كمان لوكسمبورغ لوكسمبورغ لو لوكسمبورغ لوكسمبورغ لا فرانس يعني لا فرانس لا فرانس يعني يا شباب ها برافو صح كده شطار ها ها لي بيبا اللي هي ايه ايرلندا الشماليه نيزرلاند لي بيبا لي بي با ليرلاند 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 بركز بقى على ايه الاداه اللي قبلها اللي ابصرف ابدوها هنا بايه بالاي حرف ايه متحرك ليرلاند وبعدين لرويوم اني المملكه المتحده اللي هي ايه انجلترا يعني بريطانيا لرويوم اني المملكة المتحدة لالومانية لالومانية يعني يا شباب لالومانية ها ايوه صح لالومانية يعني ها لالومانية ايوه صح قول يا جماعة سمعكم برافو صح بس سمعوني لالومانية يعني ها ألمانيا لا بلجيكا بلجيكا لا بلجيك بلجيكا لا بلجيك ايه تاني في الدول الباقي في عندي اهو لودنمارك الدنمارك لودنمارك الدنمارك لودنمارك الدنمارك ايه ده ايه بيوتهم لوتريش النمسا لوتريش النمسا لوتريش لا سويد السويد سويد اقصى شمال اوروبا لا سويد لا سويد ايه كمان يا عندي ايه لا فنلاند فنلاندا لا فنلاند فنلاندا لا فنلاند طيب مش عايز اطول عليكم يا جماعه شايف الساعه بقت ايه 9 وي فاحنا هنتوقف عند ايه هذا الحد يبقى دلوقتي يا جماعه احنا اخذنا على مدى حصتين امبارح والنهارده ايه اللي يخص ايه لناسيوناليتي لبيي
الجنسيات وإيه والدول، وتعلمنا إزاي ننطق كويس وإزاي إيه نعمل جملة باللغة الفرنسية صحيحة في حدود المنهج بتاعنا. إن شاء الله هنظبط الصوت والفيديوهات القادمة هتسمعوها وتسمعوا الفرنسيين نفسهم بينطقوا إزاي، عشان تطمئنوا إن النطق بتاعنا إحنا اللي بنسمعه مع بعض زي نطق الفرنسيين تمام، بحيث إنكم لما تسمعوا أي حد بيتكلم لغة فرنسية على النت أو في التلفزيون أو في أي فيديو تفهموه زي ما بتفهموا إيه النطق بتاعنا بالظبط. هاي إن شاء الله يبقى لقاءنا الأسبوع القادم، لما إحنا خلاص اتفقنا وضبطنا معادنا يوم الاثنين الساعة 6 والثلاث الساعة 8 بإذن الله. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله مع جزء آخر من أجزاء المقرر. أرجو أنكم تتابعوا الفيديو ده لأنه هينزل، خلي بالكم، على صفحة اليوتيوب الخاصة بالمدرسة، واسمعوه أكتر من مرة، ولو لكم ملاحظات وأسئلة ابقوا إيه نشوفها المرة القادمة بإذن الله. وحتى لو عايزين تعلقوا على الفيديو علقوا التعليقات وحتوصلني وحرد عليها، ونلتقي إن شاء الله المرة القادمة على خير. قبل ما أقول لكم أورفوار عايز أسمع تعليقكم بقى، فضل يا جماعة سمعوني بقى رأيكم إيه ولو في أي تعقيبات أو سؤال تحت أمركم، فضلوا. لا مستر شكرا. إيه فيش أي حاجة؟ لا يا مستر. شكرا ليكم جميعا، شكرا. أورفوار أورفوار أورفوار.